متألقة بشأنها العظيم. جئتكم وكل يقين أن أجد فيكم ما عهدته دوما من الشيم الرفيعة، ما عهدته فيكم من الحكمة والتبصر، من الشهامة والوفاء، خاصة إذا تعلق الأمر بمصلحة الجزائر العزيزة. يا جزائر، يا جزائر، يا جزائر، هل هانت بك؟ طاحت بك الدنيا حتى ولادك نساوك؟ يا جزائر، فين ولادك يا جزائر؟ فين المليون ونصف مليون شهيد؟ لا أحسبكم إلا ممن يتشبثون بالصلح، لا أحسبكم إلا ممن يتشبثون بالصلح ويتجندون للسلم ويعملون على إشاعة المحبة والصفح، استجابة لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخوكم، فأصلحوا بنا أخويكم، فأصلحوا بنا أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. جئتكم، جئتكم والاعتزاز يغمرني، جئتكم والصدق ديداني، جئتكم الإيمان شريعتي، لنعلي معا صرحا في الأرض تباركه السماء وبرا بين الناس له في الملكوت صدى، يدعونا إليه الشرع وتحملنا إليه الرحمة وتأخذنا إليه الحكمة. جئتكم، جئتكم بمشروع للمصالحة والسلم، لتتمعنوا، لتتمعنوا فيه وتتمحصوه اقتناعا مني، اقتناعا مني باللجوء إليكم مباشرة لمعرفة مكنون صدوركم لطي صفحة الأزمة، ولا إخالكم ترفضون عهد السلم ولا عهد المصالحة وأنتم على دين المحبة والسلام. وطننا المفدى، نحبه لأنه كما هو، نبجله لأنه كما هو، من أجل وحدته، من أجل عزته. وها أنتم اليوم مع موعد آخر، لا يعتريني شك في أنكم تحضرون، تحضرون أنفسكم من أجل إنجاحه والمضي به قدما نحو طريق الفلاح، طريق المصالحة الوطنية، طريق المصالحة الوطنية، طريق المصالحة مع الذات، طريق المصالحة مع الذات، طريق المصالحة مع الوطن،
طريق المصالحة مع الوطن. بميثاق المصالحة الوطنية لنطفئ معا نار الفتنة الكبرى ونسكن نهائي الطمأنينة ونرفل في الأمن ونرفل في السعادة ونرفل في الهناء إن شاء الله ما ذلك على الله بعزيز. لقد جاءت المصالحة الوطنية لتحررنا اليوم من كافة المثبطات والانقسامات، فلنحسن العمل يدا واحدة على أن تكون مصالحتنا مصالحة مع أنفسنا، مصالحة مع وطننا، مصالحة مع مستقبلنا، مصالحة مع ماضينا، مصالحة ما نحن عليه كأمة وثيقة العراة سوية السبيل. فلنجدد جميعا للعمل من أجل بناء جزائر كريمة وقوية وشامخة، جزائر التي حلم بها الشهداء. المجد 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 والخلود لهم. عاشت الجزائر متألقة بكم وبشعبها العظيم. إن الجيش الوطني الشعبي الذي وفق في أحلك أيام مأساة الوطن عندما كانت الدولة الجزائرية تتداعى في الحفاظ على الدولة، هذا الجيش مطالب في إطار قوانين الجمهورية وسيرها بالتكفل بمهمة القضاء على بقايا المظاهر الإجرامية، وذلك جنبا إلى جنب مع قوات الأمن. وإنني في هذا المقام أنوب عن الأمة وأجدد الإعلان عن ثقتها في الجيش الأبي، وأحيي جنوده وأحيي ضباطه على التزامهم وتفانيهم
واستماتتهم في الاطلاع بأداء واجبهم في خدمة الوطن المفدى. صدارة للجيش الوطني الشعبي من بين اهتماماتنا، وإننا نحله في مقدمة مستعجلاتنا. وخطابي هذا أتوجه به إلى قاطبة الجزائرية والجزائريين، وبخاصة منهم جنود الجيش الوطني الشعبي وضباط صفه وضباطه الذين نزف إليهم من خلاله دلائل محبتنا، ونؤدي لهم فروض عرفاننا، ونؤدي شهادتنا على كل ما يبذلونه في سبيل صون سلامة بلادنا وعزتها، على غرار أسلافهم الأماجد أبطال جيش التحرير الوطني الأشاوس. قد سبق بعد أن أطلقت برسم البرامج التنموية الجاري تنفيذها مشاريع هيكلة كبرى، مشاريع تندرج في هذا المنظور الجديد، ويسري ذلك على مسعى تطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات وتحديثها. هذه الشبكات التي يكون إسهامها في إعادة التوازن الإقليمي وتعزيز اندماجه المكاني إسهاماً حاسماً. يتعلق الأمر على الخصوص بإطلاق إنجاز مشروع الطريق السيار شرق غرب، الذي ينتظر أن يكون بالغ الأثر من حيث التشغيل ولفائدة الاقتصاد الوطني، بشق 2400 كيلومتر من الطرق العرضية والطرق السريعة، بتثنية 3725 كيلومتر من الطرق وتوسيعها، بإعادة تأهيل وتقوية 15,000 كيلومتر من الطرق، بإعادة تأهيل وبناء أكثر من 250 منشأة فنية على مختلف الطرق.
يتعلق بالمنشآت القاعدية السككية، تجدر الإشارة إلى انطلاق العمل في 7 ورشات كبرى لإنشاء خطوط جديدة وتحديث وكهربة وتثنية الخطوط الموجودة، بما يضمن سرعة متوسطة قدرها 160 كيلومتر في الساعة على المستوى الوطني. إن إنجاز هذه المشاريع يشمل شقة 43 نفقاً يبلغ طولها الإجمالي أكثر من 97,000 متر طولي، وكذا بناء 664 منشأة فنية وجسر. أما في مجال المنشآت القاعدية من الموانئ والمطارات، فإنه شرع في عمل هام لإعادة التأهيل، وذلك على الخصوص من خلال إنشاء 5 مرافق صيد وتهيئة وتوسيع قدرات 6 منشآت، تعزيز مكاسر 6 موانئ تجارية وحماية 8 ضفاف، إعادة تأهيل جميع المنشآت القاعدية الموجودة، إنجاز محطة نهائية لإنزال الحاويات في ميناء جنجن، وذلك في إطار أشغال تحسين قدرات هذا الميناء. Quelque chose qui ne va pas dans la vision globale de l'économie de l'eau. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut repenser. وفيما يخص الموارد المائية التي ترهن كل سياسة تروم تحقيق التنمية المستدامة، فإن البرنامج يفرض لها مكانة مثلى توخي لرفع وتنويع قدرات حشد المياه والتقليل من العجز من حيث الماء الشروب الموجه للساكنة، وتعميم تصفية المياه المستعملة للاستفادة منها في القطاع الفلاحي، وتوسيع المساحات المسقية وتحسين مؤشرات التسيير. وفي هذا المنظور أطلق القطاع برنامج جد هام لتنمية الهياكل القاعدية، يتطلب استثمار ما يربو على 1,148 مليار دينار، وذلك لإنجاز 12 سد جديد، بحيث يرتفع عدد السدود الإجمالي إلى 69 سد، 5 تجهيزات كبرى في مجال توزيع المياه، وأخص بالذكر مشروع تزويد تم راست بالماء المجلوب من عين صالح، وهو مشروع عملاق لم يسبق له مثيل في الجزائر.
أما في ميدان الفلاحة فتجدر الإشارة إلى الأثر الإيجابي الذي أحدثه تطبيق المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية، خاصة من حيث توسيع المساحة الزراعية المفيدة ووفرة المنتوجات الزراعية ومجاوزة وفرة بعضها قدر الحاجة، والتنمية الغابية وإنشاء العديد من مناصب الشغل الدائمة على مستوى المناطق الريفية. استفاد الفلاحون من قرار الدولة بمسح ديونهم التي بالغت آنذاك 14 مليار دينار. وكانت النتيجة وجود تطور ملموس تجسدت في توسع المساحات الفلاحية المستصلحة بأكثر من 1.5 مليون هكتار، وغرس فضاءات تعادلها من المساحة بالأشجار المثمرة، ومضاعفة المساحات المسقية عبر التراب الوطني، ناهيك عن إعادة تأهيل ما يزيد عن 100,000 مستثمرة فلاحية. الاقتصاد كان نايم وجاته سنوات الإرهاب ونزح الريف على المدن وماتت الدنيا. فكنتم من أرجع للأرض حياتها، فكنتم من أرجع للأرض حياتها، فكنتم من أرجع للأرض حياتها. ما سجلت المراعي آنذاك جهداً تجديدياً ضخماً بفضل منع الراعي ونشاطات الغرس التي غطت في جملتها ما يفوق 14 مليون هكتار، وذلك تكملة لجهود محاربة التصحر الحثيثة. وبموازاة مع ذلك أتاح برنامج هام للتنمية الريفية تحسين ظروف معيشة ورفع مصادر الدخل لفائدة الساكنة المحلية، وجاء ذلك لإنضاف إلى تكثيف شبكة المنشآت القاعدية المدرسية والصحية في أريافنا وإنجاز مئات الآلاف من المساكن الريفية، وإلى التحسن المسجل في توسيع شبكات في توسع شبكات توصيل المياه الشروب وتوصيل الكهرباء وتوصيل الغاز الطبيعي. ما كانتش الأرياف تعرف الماء الشروب، كانت الأرياف تشرب من الويدان من الساقية في أحسن الأحوال من الحواسي. ما كانتش الأرياف تعرف الغاز، الآن تعرف الغاز. أما الكهرباء فحدث ولا حرج، 98% من البيوت الجزائرية فيها الكهرباء. انصبت الجهود على إعداد خريطة الموارد السمكية وما أتاح تقدير حجم ما يتوفر من هذه الموارد وتحديد مختلف المكامن المواتية لتنمية التربية السمكية على نطاق التراب الوطني. لقد تم تركيز الجهود في هذا القطاع كذلك على تعزيز هياكل التأطير التنظيمي قصد الانتقال تدريجيا من الطور الحرفي إلى الطور الصناعي من حيث طرق الصيد، وتم تطوير 477 مشروعا في مجال الاستثمار. هذا وأعد برنامج استثمار إجمالي يشمل 29 مرفأ صيد قصد تنمية نشاطات دعم الإنتاج ووسائله وتحديث
الهياكل الموجودة المتداعية التي تتطلب التكييف وتتطلب التهيئة. ما برنامج بمثل هذا الحجم، ما برنامج بمثل هذه الأهمية، والذي ينبغي أن يستأثر وقعه الاجتماعي بعنايتنا، يقتضي تعبئة إمكاناتنا جميعها. يمثل تجسيد مثل هذه البرامج تحدي حقيقي. إن قطاع البناء بما يحدثه من مناصب الشغل يشكل في برنامجنا حجر الزاوية بالنسبة لاستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ولإعطاء الهندسة المعمارية والمهندسين المعماريين العناية، كل العناية التي يستحقونها مقابل الدور الذي ينبغي لهم الاطلاع به كي يضفوا على بلادنا الوجه الجميل، الوجه الأنيق، الوجه الخلاب الذي يليق بماضيها والذي تعتز به أجيالنا الحاضرة والمستقبلية. لم يقتصر مسعى الدولة على إنجاز المؤسسات وتوفير الوسائل البيداغوجية، بل شمل كذلك توسيع قدرات التمهين وتطوير التكوين عن بعد، ووضع نظام التكوين خاصة بفئات معينة من الساكنة، لا سيما منها النساء الماكثات في البيت والمعاقين بدنيا، والشباب الذين ليس لهم أدنى مستوى تعليمي، والشباب المعرض للخطر الأخلاقي.
إن القطاع هذا سجل تقدما كبيرا وما فتئ يدخل التحسين تلو التحسين على ظروف تكوين الشباب. لقد وفق في نسج صلات تعاون مع محيطه أتاحت له إنجاز عديد كبير من برامج التكوين وتحسين الأداء المكيفة مع الحاجات الخصوصية. وأطر الشراكة التي تم وضعها مع بقية القطاعات والكيانات الاقتصادية الكبرى تشكل كلها فضاءات للتشاور والعمل المشترك، وهي جديرة بالدعم تحقيقا للتقارب بين التكوين وعالم الشغل قدر الإمكان. والألماس زجاجا أو العكس بالعكس. لقد أكدت في مناسبات عديدة على الطابع الاستراتيجي والاستعجالي الذي تكتسيه قضية التربية والتكوين، وإنني أهيب مرة أخرى بكافة العاملين في القطاعات هذه أن يتجندوا أكثر فأكثر للوصول بمسار إصلاح المنظومة التربوية التي هي مستمرة إلى مداه المنشود برفع ما يواجهه اليوم من عراقيل وصعوبات. فيما يخص التربية الوطنية يكفينا أن نشير إلى أن نصف الثانويات وثلاثة أرباع الإكماليات القائمة اليوم قد تم إنجازها خلال السنوات العشر الأخيرة. كما تم تقديم دعم معتبر لأبناء الأسر المحرومة شمل الإطعام والنقل المدرسيين، وبفضل الله ها هي نتائج تلك الجهود ملموسة لمس اليد ومجسدة في الارتفاع المستمر لعدد نجاحهم في امتحانات شهادة البكالوريا. ولقد بدأها التقييم، بدأ يؤتي أكله. إنها المرة الأولى منذ الاستقلال التي تتجاوز فيها نسبة النجاح في شهادة بكالوريا التعليم الثانوي مستوى 50%، مستوى 50% من دون إنقاذ سون رجاء. سي لا بروميير فوا دوبي لانديبوندونس. بمعدل 18.77.
ينبغي للجامعة بوصفها المؤسسة حيث يصنع المستقبل أن تكون محضناً لتكوين الكفاءات وتنوير العقول وتنمية الحس النقدي والوطني وتهذيب الذوق ونشر ثقافة التفوق، ثقافة التميز والإبداع بين الأجيال الصاعدة. فالتعليم العالي هو إذن في طور من نمو الحثيث بقصد مواجهة الضغط الناتج عن التعدادات التي تطرق كل سنة أبواب الجامعة. لا يمكن أن يقتصر تنفيذ خطة تنمية التعليم العالي على انتهاج سياسة التكتيف ودعم الاستثمارات من أجل بناء المرافق والمنشآت الأساسية، ومعنى ذلك أنه ينبغي اتخاذ مبادرات في ميادين أخرى، وفي المقام الأول في مجال العجز المسجل في التأطير البيداغوجي والتأطير العلمي. من الممكن أن يقوم الإنسان بمعجزات مادية، ليس في وسعه أن يقوم بمعجزات فكرية. إنني أنتهز فرصة هذا الدخول الجامعي لأعلن عن ترقية المراكز الجامعية في كل من الواد وخميس مليانة وفوق راس والبويرة وخنشلة وغردايا وبرج بوعريريج والطارف إلى مصف جامعات إنه لا مناص لجامعة من تسنم الرياضة، إنه لا مناص لها من اعتلاء الصدارة في بناء المجتمع وتوجيه وصيانة قيمه وثراثه وتصور آفاق مستقبله الواعد ومصيره الراشد باستعمال ما أمكن من وسائل وآليات تحسيسية وأدوات استقطابية بتقديم ما تملكه الجامعة مما أتل لديها وتأصل من قيم إخلاقية راقية تكرس معاني النزاهة، تكرس معاني الأمانة، تكرس معاني التضحية، تبرز ثقافة التسامح، تبرز ثقافة الحرية الإيجابية واحترام الآخر. التنمية البشرية تتوقف كذلك على حسن أداء قطاع الصحة الذي سيشهده أيضاً توسيعاً معتبراً لهياكله القاعدية من خلال بدء تشغيل 67 مستشفى ومؤسسة متخصصة وأكثر من 200 مشروع إنجاز مرافق جهوية. وسيتم دعوة التوسع هذا بعمل يتوخى أخلقة المستشفيات وأنسنتها وتحسين مستوى الخدمات مع السهر على تقليص الفوارق بين ولاية وأخرى. هذا ولا يمكن أن يقتصر تصور التنمية البشرية على المدى البعيد على مجرد إنجاز منشآت قاعدية ضخمة. لا يمكن لبناء مستشفيات عملاقة أن يحل محل سياسة ناجعة للصحة. لا يمكن لبناء مستشفيات عملاقة أن يحل محل سياسة ناجعة للصحة.
انطلاق برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي سنة 2001 بإلحاح شديد على اختيارنا الاستراتيجي المتمثل في الاستثمار المكثف في قطاعات تكنولوجيات الإعلام والاتصال. إن السياسة التي ننتهجها منذ قانون غشت 2000 المتعلق بالمواصلات السلكية واللاسلكية من شأنها أن تسمح في أقرب الآجال بضمان الوفرة الدائمة وسلامة الأداء لوسائل الاتصال السريعة، وذلك على الخصوص بالاعتماد الألياف البصرية والوصلات الساتليتية التي تسهم في تحقيق أفضل توافق بين التغطية بوسائل المواصلات السلكية واللاسلكية وسياسة تهيئة الإقليم. سنوات ويكون عندنا أحسن فنادق في الدنيا، لكن الفنادق الفخمة ماهيش سياحة، ولكن يجب نعرف بأن أولا من تقاليد الضيافة أن الإنسان يصرف ولا ما يصرفش. إذا جاء عندنا ضيف يجب نرحب فيه ونديره في رأسنا. ثانيا هذا يجي باش يصرف فلوس، يصرف عملة صعبة نحن في أمس الحاجة إليها، وإلا بقينا تابعين البترول، والبترول ماهوش عنده أجل غير محدود، لابد أن ينتهي. إن الدولة وهي تواصل سياستها الفاعلة للحماية الاجتماعية تجنح إلى تفضيل إنعاش النمو
بحيث يصبح نمواً مستداماً في إطار اقتصاد كلي مستقر، وذلك قصد توفير مناصب الشغل، وذلك قصد توفير مناصب الشغل. مش معقول، مش معقول أن تبقى البطالة على ما هي عليه. لا بد أن نخفض من النسبة المئوية منها، لا بد أن نخفض من النسبة، هذا تحدي لا بد أن نذهب إليه. كنت أقصد توفير مناصب الشغل لفائدة الشباب، لفائدة الشباب، لفائدة الشباب الذي يتبع لجاذبية أخشى أن تكون وخيمة على البلاد، جاذبية الغرب الغرارة وجاذبية الأصولية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، لفائدة الشباب، لفائدة الشباب، لفائدة الشباب. ستساهم الدولة بقوة في القضاء على البطالة التي بدأت تتراجع بفضل النمو الاقتصادي، بالأحرى بفضل البرامج الوطنية الهامة لدعم إنشاء مناصب الشغل. إن التضامن الوطني لا زال وسيظل مضموناً، وسيظل مضموماً من قبل الدولة، وبالخصوص لصالح أولئك المحرومين، وبالخصوص لصالح أولئك المحرومين والمستضعفين الحقيقيين ممن ليست لديهم إمكانيات الحصول على أي دخل بأنفسهم. الجزائر ما عقمتش، الجزائر ولادة ما زالت تجيب من الأجيال. جزائري 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 يا جزائري يا جزائري 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 يا جزائري يا مهما كانت الكوارث، مهما كانت الصعاب، مهما كانت المغريات، يا شباب يا شباب، ما أنتمش أي شباب، ما أنتمش أي شباب، أنتم شباب الجزائر وما أدراك من الجزائر، شباب الجزائر.
شك في أنه لا تنمية بدون ازدهار الثقافة وتوطين المعرفة واحتضان المواهب والعناية بالنبغاء من الشباب في المدارس والجامعات ليجدد الخلف وينمي ما قام به السلف ويكون الغد أكثر تقدماً وأكثر رقي من الأمس. إنكم أيها المثقفون من مفكرين وأدباء وفنانين وحفظة تراثنا المادي والمعنوي على امتداد الوطن العربي مهبط الأديان السماوية ومنبت الحضارة الإنسانية منذ أقدم العصور، إنكم بحق ثروة الأمة الباقية والمتجددة وعينها البصيرة بواقع حال مجتمعاتنا وما وراء الواقع من نذر وبشائر قد لا يراها الإنسان العادي. قدما نحو تعميق المسار الديمقراطي وتعزيز دعائم دولة الحق والقانون وتقليص الفوارق وتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فبعد استعادة السلم والأمن وإطلاق برامج تنموية طموحة وبعد رفع حالة الطوارئ قررت استكمال المسعى هذا ببرنامج إصلاحات سياسية غرت منها تعميق المسار الديمقراطي وتمكين المواطنين من مساهمة أوسع في اتخاذ القرارات التي يتوقف عليها مستقبلهم ومستقبل أبنائهم. إصلاح العدالة الذي باشرناه منذ نهاية سنة 99 توخى أيضا من بين ما توخاه تطوير الموارد البشرية لهذه المؤسسة وإعطاء محتوى ملموس للمبدأ الدستوري المتمثل في استقلالية السلطة القضائية، وقد أصدرنا لهذه الغاية قانونا أساسيا جديدا للقضاء يحمي القاضي من كل أشكال الضغط الخارجي ويضمن له ظروف اجتماعية مهنية في مستوى ما هو ملقا على عاتقه من مسؤوليات. ويقتضي مفهومنا للرقي والازدهار
وجوب التوفر على نظام بني على سلوكات جديدة داخل إدارتنا. يجب أن نضع حداً للسلوكات البيروقراطية التي تجمد المبادرات وتلحق الضرر باقتصاد البلاد وبالتنمية المحلية، كما يجب أن نضع حداً لغياب الشفافية والتواصل، كما يجب أن نضع حداً لغياب الشفافية والتواصل، كما يجب أن نضع حداً لغياب الشفافية والتواصل على المستوى الأعلى وعلى المستوى الأدنى، على المستوى الأعلى وعلى المستوى الأدنى، على المستوى الأعلى وعلى المستوى الأدنى. إننا ننهل من الحداثة كل ما يخدم شعبنا ويساعد على تقدمنا ورقينا، لكننا نصر على البقاء على وفائنا لقيمنا الوطنية ولثوابت دين الحنيف وثقافة العريقة. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تطمح إلى عصرنا، تطمح إلى عصرنا، تطمح إلى عصرنا، ولكن لا هي شرقية في انتمائها ولا هي منغمسة في التغريب، لا هي شرقية في انتمائها ولا هي منغمسة في التغريب، لا هي شرقية في انتمائها ولا هي منغمسة في التغريب. إنها متشبتة بالقيم الإنسانية، تقوم على احترام مميزات شخصيتها وخصوصيات مجتمعها، حيث يجد كل فرد فيها أيا كان مشربه، حيث يجد كل فرد فيها مكانه في كنف الأمن، في كنف الطمأنينة، في كنف الأمان. سيكون في مقدور الجزائر الارتقاء إلى مستوى الأمم العصرية. وهل هناك حاجة للتذكير بأن الهدف المرتجى ومن صميم روح ثورة نوفمبر 54 التي جاءت لتحرير الوطن، التي جاءت لبناء مجتمع، التي جاءت للبروز لإحياء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. فلسنا على استعداد لنعيش في دولة كهنوتية تيوقراطية، ولسنا على استعداد لنعيش في دولة علمانية. الإسلام دين الدولة في الدستور، ونطبق مرجعياتنا الأدبية التاريخية ما جاء في أول نوفمبر 54. قبل 99، قبل 99 شكون اللي اعترف بالأمازيغية كلغة وطنية؟ ما فيش حد، ما فيش حد جرأ على هذا. لابد أن نكسر الحاجز النفسي. إذا كنا نتكلم عن الأمازيغ فكلنا أمازيغ، كلنا أمازيغ، كلنا أمازيغ. أمازيغية، أمازيغية ليست حكرا على حزب، ولا هي حكر لحزب، ولا هي حكر لشخص. أمازيغية هي تجري في دمائنا وفي عروقنا. نحن أمازيغ، نحن أمازيغ، نحن أمازيغ. عربنا الإسلام، عربنا الإسلام، عربنا الإسلام.
الجزائريون والجزائريات الصلة مع التنمية، ولا ينكر النتائج التي تحققت منذ سنة 1999 إلا جاحد، إلا جاحد، إلا جاحد. وجودي بالأغواط هو ما بعثني على الإعلان عن آفاق التنمية هذه التي ستعزز حركة إعمار جنوب البلاد، حركة هضابها العليا. ويعلم مواطنو شمال البلاد أن التنمية ستجري في مختلف ولاياتهم الأخرى بوتيرة حثيثة في السنوات المقبلة. إننا سنبلغ ما نأمله من استقرار بفضل السلم، بفضل المصالحة الوطنية، ولقد عقدنا العزم على ديمومة هذا الاستقرار بتوفير الرقي، بتوفير الرخاء لشعبنا. وعقدنا العزم كذلك على اغتنام هذا الاستقرار المستعاد واستئناف تحريك عجلة التنمية لجعل الجزائر تتبوأ مكانتها الطبيعية في حاضرة الأمم، مكانة بلد متوتب للصعود. أوفى بما عاهد عليه. اليوم لرانا نعيش في أمان. الحمد لله جانا الأمن وإحنا نحوش عقاع الأمن. شعر المواطن الجزائري بأن هناك أمن وبأن هناك مؤسسات دولة قائمة عليه. الحمد لله أنا في نعم، اللهم لك الحمد. ومن ثم تم تحقيق العديد من المكاسب. نعمة الأمن هي التي أتت بثمارها. لولا الاستقرار الأمني لما وجدت التنمية. نقلة نوعية في التنمية. طرود هو إنجاز تاع القرن إن شاء الله. وزعما كش نقول لك هذا الإنجاز بعدك غادي نرحموا على بوتفليقة. الطرموي هذا يعني نحا غلبة كبيرة على الناس. الطرموي حاجة مليحة نحالينا أزمة النقلك. وجدنا القاطرة هذه تاع الطرموي هذه. والحمد لله البلاد ثاني زهات بها وتريقلات و... حاجه مليحه كي جا الرئيس دارنا المترو. عندنا سنين وحنا نسناو فيه، ينقصكم برومو، ينقص بزاف مشاكل. السيد الرئيس يعطيه الصحه باسكو المترو هذا يفاسيليتي علينا سما كيما نقولوا التراجي. حاجه مليحه، ميرسي بوكو السيد الرئيس. والله غير حل، معناتها حاجه مليحه وتفرح وما كناش ننتظروا فيها. من اللي جا الرئيس تسكمت شويه الحاله. الحمد لله صافي ان كرون بليزير بور لالجيري. اون فوا كو لالجيري اللي دوفيني كالكو شوز سا افونس بوكو. بوتفليقه سي نورمال، سي نورمال بوتفليقه. يا با ما كانش واحد اخر يعني اللي نتابع على المستوى العالمي. ما كانش دوله اللي راهي تمسكني للشعب. داروا اديل البي بي الالاف من السكنات التي جسدت. الله يخلف على رئيس بوتفليقه. تم انجاز العديد من المعاهد الوطنيه المتخصصه. تطور كبير في هذه المجالات من ناحيه المؤسسات التكوينيه، من ناحيه المعاهد. تكونوا شباب ما شاء الله. تكونت الناس، كي تكونت الناس كاين الملموس اللي هو انها بدات تبدع في الميدان.
ننسوا ايضا المراه اللي كان لها جانب من هذه الناحيه ودعمت من خلال وكاله التشغيل. قفزه نوعيه نتاع المساحات المستصلحه، دعم الفلاح من الناحيه الماديه. كانت وهر معروفه بما بالها. المره يجينا حلو الحمد لله بفضل كما يقول لك السياسه الراشده تاع السيد رئيس الجمهوريه السيد عبد العزيز بوتفليقه. كاع الناس حل حلفية تاعك عندنا. من ضمن المشاريع الكبرى لرئيس الجمهوريه يعني الحمد لله ولايه تندوف يعني افتخرت يعني بالنوع من المياه يعني المياه حلوه لولايه تندوف. سد بني هارون يعتبر مكسب للولايه. وفر لنا حاجه بزاف كبيره، وفر لنا الماء، ولات منطقه سياحيه كي شغل حاجه مليحه. المركز الجامعي تمرست من الصروح العلمية التي حظيت بها ولاية تمرست. ما قام به الرئيس تشجيع الإنجازات والهياكل السياحية. على الأقل الحرفيين وجدوا ضالتهم في كل من جانيت وإليزي. من مكتب بريدي واحد كان موجود أصبح الآن درك عندنا تقريبا من 10 مكاتب بريدية على مستوى سياج دولة ولاية. تغيير جذري، السرعة في التنفيذ، راحت هذيك البيروقراطيه اللي كانت تحطها وتستنى مثلا الوقت درك يعني وقت قياسي. الشيء اللي راه مقدم درك تسهيلات في كل شيء كنا واعي. مانتنون سي تاميليوري سي تري بيان سي سباس ميرفي. درك عاود البيرمي بالك نص ساعه ساعه تهزو. الشيء اللي راه قايمين به حاجه كبيره درك قدمت الحاله بزاف. الجزائر قد شهدت كذلك تحولات وإصلاحات كبيرة شاسعة فيما يتعلق بالقضاء في الجزائر. حرية التعبير منذ 99 إلى يومنا هذا دعمت بمكاسب كبيرة. كل هذه إنجازات نشهد لرئيس عبد العزيز بوتفليقة بأنه يسعى لتوفير حياة كريمة لساكنة الجنوب تحديدا. السيد فخامة عبد العزيز بوتفليقة ماشي لنا حالنا الأزمة، حالنا 100 أزمة بالنسبة للولاية تاع تمرست يشهد عليها ربي قبل العباد. نطلبوا رب العالمين السلم، ونطلبوا رب العالمين يحفظ بلادنا إن شاء الله من كل سوء، ويبعد على الوطن تاعنا كل حسد، ويحفظ ان شاء الله الجيش نتاعنا في الحدود، ها، وينصر الرئيس نتاعنا والعساكر نتاعو، ها، واش نطلبوه؟ نطلبوه نكثروا من الصلاة على سيدنا رسول الله. نحن ننتقل من النمو المحلي إلى هيكلة البلاد، هيكلة استراتيجية لها عواقب هامة على المستقبل، على مستقبل البلاد وتطوره وإدخاله في ميدان بلدان متقدمة. إذا كان ذلك دأبنا، إذا كان ذلك قناعتنا، إذا كان ذلك إرادتنا، إذا كان ذلك عزمنا، فلا بد أن نكون صادقين 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 مع الشعب الجزائري الذي أعطانا ثقته. لا بد أن نكون صادقين كل صدق. لسنا بفاعلي معجزة، ولسنا من الأنبياء والرسل، ولسنا مما أعطينا أكثر مما أعطينا أعطي البشر العادي في ممارسة مسؤوليتهم.